السلام عليكم أعزائي طلبة الصف السادس العلمي، رحب بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة الموصلية. معاكم المدرس محمود ماجد، مدرس مادة الفيزياء في إعدادية الشهاب للبنين. قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم، أحب أقدم شكري إلى قناة الموصلية ونقابة المعلمين على إتاحتهم هذه الفرصة من أجل تقديم خدمة ولو بسيطة لكم أعزائي الطلبة. درسنا لهذا اليوم راح يتكون من مجموعة من المواضيع اللي هي ضمن الفصل الأول لمادة الصف السادس التطبيقي. نبدأ بالموضوع الأول اللي هو المتسعة. الفصل الأول، أولاً المتسعة. المتسعة أعزائي الطلبة تعرف على أنها هي جهاز يستخدم لخزن الشحنة الكهربائية والطاقة الكهربائية. إذن المتسعة هي جهاز يستخدم لخزن الطاقة الكهربائية أو الشحنة الكهربائية، وتكون على عدة أنواع وأشكال مختلفة حسب تطبيقاتها العملية. من ضمن هذه الأنواع مثلا عندنا متسعة ذات الصفائح الدوارة، أو المتسعة ذات الورق المشمع، أو المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين، وغيرها من الأنواع. السعة هي إحدى خصائص المتسعة، يعني مثلا لما نجي نقول المتسعة لازم نذكر معاها السعة، فمثلا نقول متسعة سعتها 10 مايكرو فاراد، أو متسعة لازم أيضا نذكر معاها السعة اللي هي مثلا نقول 5 مايكرو فاراد وهكذا. تعرف السعة أعزائي الطلبة على أنها النسبة بين شحنة المتسعة في أي لوح من ألواح المتسعة إلى فرق الجهد بين طرفي المتسعة، فهي النسبة بين شحنة المتسعة في أي لوح من ألواح المتسعة إلى فرق الجهد بين طرفي المتسعة، وتساوي لي اللي هي منه السعة. فإذا السعة هي كمية ثابتة تساوي لي الشحنة المختزنة في أي لوح من ألواح المتسعة إلى فرق الجهد بين طرفي المتسعة. وحدة قياس السعة تسمى بالفاراد، وحدة قياس سعة المتسعة تسمى بالفاراد. الفاراد يمكن أن نحصل عليه من خلال العلاقة الآتية. نلاحظ أنه الشحنة الكهربائية تقاس بوحدة الكولوم، وفرق الجهد يقاس بوحدة الفولت. فإذا كولوم على فولت راح يساوي لي الفاراد. بالنسبة لوحدة الفاراد قلنا هي وحدة قياس سعة المتسعة، لكن الفاراد هو وحدة قياس كبيرة جدا. راح نستخدم أجزاء الفاراد في تطبيقاتنا العملية. أجزاء الفاراد اللي هي مثلا 1 ملي فاراد، أو 1 مايكرو فاراد، أو 1 نانو فاراد، أو 1 فيكو فاراد. نجي نشوف كل جزء من الأجزاء شو يساوي. 1 ملي فاراد، الملي هو 10 أس ناقص 3، إذن 1 في 10 أس ناقص 3، وننزل عندنا هنا شنو؟ الفاراد. المايكرو نجي نقول 1 في 10 أس ناقص 6، بالنسبة للمايكرو هو 10 أس ناقص 6 فاراد. النانو راح يساوي لي 1 في 10 أس ناقص 9 فاراد. البيكو يساوي 1 في 10 أس ناقص 12 فاراد. إذا نرجع نعيد أعزائي الطلبة، قلنا السعة، نجي على تعريف السعة، هي النسبة بين شحنة المتسعة الشحنة في أحد لوحي المتسعة إلى مقدار فرق الجهد على طرفي المتسعة، وتقاس بوحدة الفاراد. قلنا أن وحدة الفاراد هي وحدة قياس كبيرة جدا في تطبيقات العملية، لذلك نستخدم أجزاء الفاراد اللي هي الملي والمايكرو والنانو والبيكو. رح نجي هسه إلى النقطة الثالثة من موضوع درسنا هذا اليوم، اللي هو العوامل التي تعتمد عليها سعة المتسعة. هناك 3 عوامل تعتمد عليها سعة المتسعة. أولاً
مساحة اللوحين المتقابلين، ونرمز له بالرمز أي. ثانيا البعد بين اللوحين، ونرمز له بالرمز دي. ثالثا نوع مادة الوسط العازل بين اللوحين. حتى نجي نشوف تأثير كل عامل من هاي العوامل على سعة المتسعة، راح اكتب القانون الرياضي C تساوي لي إبسلون نوت مضروب في أي على دي. من خلال هذا القانون راح نوضح تأثير كل تغيير كل عامل من هاي العوامل على سعة المتسعة. فنجي مثلا ناخذ بالنسبة لمساحة اللوحين المتقابلين، لو آخذ متسعة ذات الصفائح المتوازية، هذه الصفيحة الأولى، هذه الصفيحة الثانية، لاحظ أنه المساحة المتقابلة بين اللوحين هي تعادل مساحة الصفيحة الواحدة. فمثلا لو كان مساحة الصفيحة الواحدة، ناخذ كمثال مثلا عندنا 10 سنتيمتر طول ضلع الأول و20 سنتيمتر الضلع الثاني، فمساحة المساحة المتقابلة راح تكون عندي 10 في 20 راح تساوي لي 200 سنتيمتر مربع. فإذا المساحة المتقابلة بين اللوحين هي 200 سنتيمتر مربع. لو جيت بطريقة ما مثلا أزحف أحد اللوحين لليمين أو لليسار أو أعلى أو أسفل، فبهاي الحالة إيش راح يصير عندي؟ راح ألاحظ أنه المساحة المتقابلة راح تقل، المساحة المتقابلة بين اللوحين راح تقل عندي. فإذا هنا إيش غيرت أني؟ غيرت فقط المساحة المتقابلة، الوسط الموجود ما بين اللوحين، فلنفرض مثلا الهواء، فإبسلون نوت لها قيمة معلومة. المسافة ما بين اللوحين أيضا قلنا دي، ثبتناها عند قيمة معينة. إذا العامل الوحيد اللي تغير هو فقط مساحة اللوحين. إيش صار بمساحة اللوحين؟ قللنا المساحة. فلما أقلل المساحة وألاحظ أنه التناسب ما بين سعة المتسعة والمساحة يكون تناسب طردي، فلما أقلل مساحة اللوحين إيش راح يصير بالسعة؟ راح تقل أيضا. فهنا بينا شلون تتغير سعة المتسعة مع تغير المساحة. بالنسبة للعامل الثاني المسافة بين اللوحين، بالنسبة للعامل الثاني المسافة بين اللوحين دي، أجي أقلل هاي المساحة، المسافة أجي أقلل المسافة ما بين اللوحين. لما أقلل المسافة ما بين اللوحين، وإحنا نلاحظ بالنسبة للسعة علاقتها مع المسافة تناسب عكسي، يكون عندي تناسب عكسي. هذا التناسب العكسي بثبوت منه؟ بثبوت المساحة المتقابلة وأيضا المادة العازلة ما بين اللوحين. فهنا ايش راح يصير عندي أيضا؟ راح تزيد هنا عندي سعة المتسعة. فإذا بنقصان المسافة، بنقصان المسافة ما بين اللوحين ايش راح يؤدي لي؟ إلى زيادة سعة المتسعة. هذا العامل الثاني. للعامل الثالث اللي هو نوع مادة الوسط العازل بين اللوحين، حتى نوضح تأثير نوع مادة الوسط العازل ما بين اللوحين، راح نجي إلى نقطة مهمة اللي هي شيء يسموه ثابت العزل. ثابت العزل ويرمزوا له بالرمز كي. فلو آخذ متسعة ذات لوحين متوازيين، هذه المتسعة في البداية الوسط العازل ما بين اللوحين اللي هو منه راح يكون عندي الهواء، سعتها مقدار معين مقدار C. آخذ نفس المتسعة لكن هنا ايش راح أسوي له؟ راح أغير الوسط العازل ما بين اللوحين، مثلا أضيف مادة مثلا من الزجاج، فهنا راح يكون عندي وسط عازل مختلف عن الحالة الأولى، فراح أرمز لسعة المتسعة بوجود العازل الثاني بـ C صب K.
إذن عندي هنا هسه عندنا السعة بوجود الهواء، عندنا السعة بوجود العازل الثاني مثلا احنا قلنا الزجاج. اخذ النسبة ما بين السعتين، فاجي اقول اخذ النسبة ما بين سعة المتسعة بوجود العازل اللي قلنا مثلا الزجاج الى سعة المتسعة بوجود الهواء او الفراغ، ايش راح يساوي لي؟ راح ينطيني ثابت العزل اللي هو منه راح يمثل لي كي. شو استفاد اني من ثابت العزل؟ ثابت العزل يبين لي كمية مقدار التغير اللي راح يصير بيش بسعة المتسعة. فمثلا لو أجي أخذ مادة ذات ثابت عزل كي يساوي لي مثلا 3 وعندي متسعة سعتها سي مثلا 5 مايكرو فارد، هاي المتسعة كان العازل اللي موجود ما بين اللوحين اللي هو منه الهواء أو الفراغ، السعة ايش قد قلنا؟ 5 مايكرو فارد. جبت هاي المادة العازلة ووضعتوها بدل الهواء، وجبت هاي المادة العازلة اللي ثابت العزل مالتها قلنا كي، ايش قد يساوي لي؟ 3. ايش قد راح يصير عندي سعة المتسعة؟ اجي اطبق القانون، احنا قلنا كي يساوي لي سي كي على سي، ثابت العزل يساوي سعة المتسعة بوجود العازل على سعة المتسعة بوجود الهواء. احنا هنا ايش عندي؟ عندي سعة المتسعة بوجود الهواء وعندي ثابت العزل، اقدر احسب سعة المتسعة بعد وضع العازل، فاقول سي صب كي اللي تمثل لي سعة المتسعة بوجود العازل راح تساوي لي سي في كي. فاذا سي كي راح تساوي سي ايش قد عندنا هنا؟ 5 مايكرو فاراد مضروب فيه ايش قد عندنا هنا ثابت العزل؟ 3، فراح يساوي لي 15 مايكرو فاراد. اذا لاحظ انه لما زاد عندنا ثابت العزل بالنسبه ثابت العزل للهواء كي ايش قد يساوي لي؟ 1. لما غيرنا الماده العازله زيدنا ثابت العزل جبنا ماده ذات ثابت عزل 3، صار عندنا بسعه المتسعه زادت، فصارت ايش قد عندنا هنا؟ 15 مايكرو فاراد. حتى نوضح بعد أكثر تأثير نوع مادة الوسط العازل، أعزائي الطلبة راح نأخذ المثال رقم 1 اللي موجود في الكتاب الصفحة 16. هذا المثال يبين تأثير العازل على سعة المتسعة. المثال يقول متسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين سعتها 10 بيكوفاراد شحنت بواسطة بطارية فرق الجهد بين قطبيها 12 فولت. إذا عندي متسعة ذات اللوحين المتوازيين سعتها، إذا أكتب هنا سي سعتها جيد 10 بيكو فارد، شحنت بواسطة بطارية فرق الجهد بين قطبيها 12 فولت. إذا هاي المتسعة ربطناها على بطارية فرق الجهد بين قطبيها جيد 12 فولت، فأقول دلتا في للبطارية 12 فولت. فإذا فصلت المتسعة عن البطارية ثم أدخل بين صفيحتيها لوح من مادة عازلة، هنا ايش قال لي؟ قال لي فصلت المتسعة عن البطارية، فراح أترك الرسم الأول مثل ما هو، راح ناخذ نرسم رسم ثاني. ليش؟ لأن تغيرت عندي الحالة. فهنا ايش قال لي؟ قال لي فصلت المتسعة عن البطارية، فراح نرسم هاي المتسعة فصلناها عن البطارية ثم أدخل بين صفيحتيها لوح من مادة عازلة كهربائيا ثابت عزلها، إذا قال لي ثابت العزل كي ايش قد يساوي لي؟ 6، يملأ الحيز بينهما. فهنا مادة عازلة ذات ثابت عزل ايش قد مقداره؟ 6، يملأ الحيز بين اللوحين. المطلوب من السؤال أولا نحسب الشحنة المختزنة في أي من صفيحتي المتسعة، إذا نريد من عندي الشحنة المختزنة في أي من صفيحتي المتسعة اللي هي قلت تساوي لنا كيو. ثانيا سعة المتسعة بوجود العازل، سعة المتسعة بوجود العازل سي صب كي. ثالثا فرق الجهد بين صفيحتي المتسعة بعد إدخال العازل، فهنا ايش راح يريد من عندي؟ فرق الجهد دلتا في بين صفيحتي المتسعة لكن ايمتي؟ بعد إدخال العازل. راح ناخذ حالة حالة
ونبين في كل حالة شلون راح يكون عندي الشحنة والسعة وفرق الجهد، لكن إن شاء الله راح يكون ما بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائنا الطلبة مرة أخرى. تكلمنا ما قبل الفاصل على المثال الموجود عندنا حاليا اللي هو مثال رقم 1 صفحة 16 في الكتاب، اللي ذكرنا بالمثال أنه متسعة سعتها 10 بيكوفاراد ربطناها على مصدر فرق جهده 12 فولت. بعد ذلك الحالة الثانية أنه فصلنا المتسعة عن المصدر، بعد ما فصلنا المتسعة عن المصدر وضعنا مادة عازلة ما بين لوحي المتسعة ثابت عزلها كي يساوي 6. المطلوب من السؤال حساب مقدار الشحنة الكهربائية اللي موجودة في أحد لوحي المتسعة. المطلب الثاني هو حساب سعة المتسعة بوجود العازل. المطلب الثالث حساب فرق الجهد بين طرفي المتسعة بعد إدخال العازل. حتى حل هذا السؤال راح أجي إلى حالة حالة. الحالة الأولى إيش عندي؟ متسعة سعتها 10 بيكوفاراد ربطناها إلى مصدر فرق جهد، إيش قد مقدار فرق جهده؟ 12 فولت. أجي أحسب بقى عندي مقدار الشحنة. أجي أولاً بالحالة الأولى عندي هنا راح أخذها هنا هاي المتسعة ربطناها إلى مصدر فرق جهده 12 فولت، دلتا في للمصدر 12 فولت. المتسعة سعتها جيد قلنا 10 بيكو فاراد. راجي أحسب الشحنة المختزنة في أحد لوحي المتسعة بهذه الحالة، فأجي أقول كيو راح تساوي لي، إحنا عندنا بالبداية إذا نجي للقانون الرئيسي قلنا سي تساوي لنا كيو على دلتا في. من هنا أريد كيو إيش راح يساوي لي؟ سي في دلتا في. إحنا بهاي الحالة إيش راح نحسب؟ راح أحسب كمية الشحنة المختزنة في أي لوح من ألواح المتسعة بوجود الهواء. فهنا سعة المتسعة بوجود الهواء 10 بيكو فاراد. انتبهوا أعزائي الطلبة إلى هاي النقطة. إحنا قلنا الفاراد وحدة كبيرة فرح نستخدم أجزاءها، فهنا إشطاني 10 بيكو فاراد، فلازم أحول البيكو فاراد إلى الفاراد. وقلنا البيكو هو 10 أس ناقص 12، فراح أقول الساعة عندي 10 في 10 أس ناقص 12 راح نحولها إلى الفاراد مضروب في دلتا في. هنا نقطة ثانية مهمة أيضا اللي هي منه مقدار فرق الجهد، هذا دلتا في. دلتا في أعزائي الطلبة اللي موجودة بالقانون تمثل لي فرق الجهد على طرفي المتسعة، فرق الجهد على طرفي المتسعة. لكن أنا إيش عندي بالسؤال؟ عندي يقول دلتا في تساوي 12 فولت، هاي لمن للمصدر. لكن هنا عندي حالة خاصة أنه نتيجة ربطت المتسعة مباشرة ويا البطارية على التوازي، عندي متسعة واحدة فقط ربطوها مباشرة على التوازي مع البطارية، فهنا راح يكون عندي فرق الجهد على طرفي المتسعة يساوي فرق الجهد للمصدر. ففرق الجهد للمصدر إيش قد عندي؟ 12 فولت، هو نفسه راح يكون فرق الجهد على طرفي المتسعة. إذن هاي دلتا في اللي موجودة عندنا بالقانون هنا تمثل لي فرق الجهد على طرفي المتسعة، لكن بهاي الحالة بحسب المثال اللي موجود عندنا راح تساوي فرق الجهد على طرفي البطارية، فايش قد يساوي لي؟ 12 فولت، فراح اضربه في 12. نجي نكمل، نجي نقول 10 في 12 120 في 10 أس ناقص 12، ووحدة الشحنة اللي هي الكولوم. فإذا الشحنة المختزنة في أحد لوحي المتسعة ايش قد تساوي لي؟ 120 في 10 أس ناقص 12 كولوم، أو أقدر أقول أيضا 120 في 120 بيكو كولوم. نقدر أيضا نقول 120 بيكو كولوم. هنا حسبنا الشحنة المختزنة، لكن لما كان ايش عندي؟ الهواء ما بين لوحي المتسع. نجي نكمل للحالة الثانية. الحالة الثانية ايش قال لي؟ قال لي انه فصلنا البطارية عن المتسعة، أو فصلنا المتسعة عن البطارية. أعزائي الطلبة
الحالة الثانية الآن اللي موجودة أنه فصلنا المتسعة عن البطارية. بالبداية قلنا فصلنا المتسعة عن البطارية فقط، راح ناخذ هسه الحالة اللي ايش قال لنا أنه فصلنا المتسعة عن البطارية. سعة المتسعة ما تغيرت، ليش؟ لأن احنا هنا ما غيرنا أي عامل من العوامل، لا غيرنا البعد ولا غيرنا المساحة ولا غيرنا أيضا المادة العازلة، فقط مجرد ايش سوينا؟ فصلنا المتسعة عن البطارية. سعة المتسعة قلنا ما تغيرت، سي ايش قد؟ عندنا 10 بيكو فاراد. بالنسبة للشحنة المختزنة بعد ما فصلنا المتسعة عن البطارية، كيو تساوي لي ايضا 120 بيكو كولوم. بالنسبة فرق الجهد، احنا بالنسبة للمتسعة انشحنت بعد ما ربطناها بالبطارية، ففرق الجهد على طرفي المتسعة دلتا في ايش قد يساوي لي؟ 12 فولت. فهاي المعلومات اللي موجودة عندي بهذه الحالة. بعد ما فصلت أنا المتسعة عن البطارية صارت عندي هاي المعلومات، راح أجي للحالة الثالثة اللي راح يقول لي أنه بعد ما فصلنا المتسعة عن البطارية وضعنا مادة عازلة ثابت عازل كي ايش قد تساوي لي؟ 6. هنا ايش راح يصير؟ انتبه علي عزيزي الطالب. بعد ما وضعنا المادة العازلة، احنا قلنا قبل قليل انه سعة المتسعة تعتمد على نوع المادة العازلة وعلى ثابت العزل. فهنا لما تغير عندي الوسط العازل والثابت عازل واصبح 6، يختلف عن الهواء كان 1، صار عندي تغيرت سعة المتسعة، فراح تصبح عندي سي صب كي اللي هي راح تمثل لي سعة المتسعة بوجود العازل، وتساوي لي سي اللي هي سعة المتسعة بوجود الهواء مضروبة في ثابت العزل. هنا ايش راح يصير عندي؟ سي صب كي تساوي لي سي، هنا سعة المتسعة بوجود الهواء اللي هي 10 بيكو فاراد مضروبة في ايش راح تكون عندي؟ في ثابت العزل اللي هو 6. فراح يطلع عندي سي صب كي تساوي لي 60 بيكو فاراد. أنا اللي يهمني أعزائي الطلبة إنه صار عندي لما خليت المادة العازلة. لما خلينا المادة العازلة ألاحظ إنه كانت عندي سعة المتسعة 10 بيكو فاراد، لكن أصبحت بعد إضافة العازل 60 بيكو فاراد. فهنا صار عندي صار زيادة في سعة المتسعة، صار عندي زيادة في سعة المتسعة وأصبح مقدارها 60 بيكو فاراد. نرجع إلى السؤال اللي عندنا حسب المثال رقم 1. المطلوب الأول اللي هو منه الشحنة، بس الشحنة هنا ما قال لي سواء كانت قبل إضافة العازل ولا بعد إضافة العازل. اللي ألاحظه هنا عندي متسعة واحدة فقط وكانت مربوطة على المصدر وشحناها، هاي المتسعة راح تخزن شحنة مقدارها كيو، سواء كانت المتسعة متصلة بالمصدر أو مفصولة عن المصدر، هنا راح تكون كمية الشحنة مقدار ثابت، راح تكون عندي الشحنة مقدار ثابت. وحتى أيضا بعد وضع المادة العازلة، بعد وضع المادة العازلة أيضا راح تكون عندي مقدار الشحنة مقدار ثابت، واللي شقد يساوي لي 120 بيكو كولوم، 120 بيكو كولوم. بالنسبة للمطلب الثاني سي صب كي اللي هي تمثل لي سعة المتسعة بوجود العازل، حسبناها ايش قد طلعت عندنا؟ 60 بيكو فاراد. المطلب الأخير اللي هو منه فرق الجهد بين طرفي المتسعة، هنا بعد ايش؟ بعد ما فصلنا المتسعة عن المصدر ووضعنا العازل. فنجي نحسب مقدار فرق الجهد، عندنا العلاقة العامة اللي تقول سي تساوي لنا كيو على دلتا في، فهنا دلتا في راح تساوي لي كيو على سي، كيو على سي. لكن هنا ايش يريد من عندي؟ فرق الجهد على طرفي المتسعة بعد ايش؟ بعد ادخال العازل. فاقول سي صب كي، وقلنا الكيو هي الشحنة ومقدارها ثابت حسب المثال الموجود عندنا هنا، وش قد مقدارها؟ 120 بيكو
كولوم، واللي راح نقول ايش قد تساوي لنا 120 في 10 اس ناقص 12 كولوم على سي سب كي، قلنا ايش قد صارت عندي 60 في كفاراد في 10 اس ناقص 12 هنا فاراد. راح نختصر 10 اس ناقص 12 ويا 10 اس ناقص 12، أو نقدر نقول نصعد 10 اس ناقص 12 بالأعلى راح تصير 10 اس موجب 12 مع 10 اس ناقص 12 10 اس 0، و10 اس 0 ايش قد يساوي لي؟ 1. هنا راح يكون عندي دلتا في فرق الجهد على طرفي المتسعة بعد وضع العازل، 0 مع 0 12 على 6 2، ووحدة القياس فرق الجهد اللي هي منه 2 فولت. فهنا نلاحظ عزيزي الطالب انه فرق الجهد ايش قد اصبح؟ 2 فولت. اشنو السبب؟ السبب انه احنا لما فصلنا المتسعة عن العازل، لما فصلنا المتسعة عن المصدر في البداية كانت ايش قد الشحنة؟ ايش قد فرق الجهد؟ كان فرق الجهد 12 فولت. لكن بوضع العازل، شوف هنا من وضعنا العازل ايش صار بسعة المتسعة؟ زادت. الشحنة مقدارها ثابت ما تغير عندي. فشي يصير فرق الجهد والتناسب عكسي؟ راح يقل عندي مقدار فرق الجهد، وش قد صار عندي؟ صار عندي 2 فولت. فالمطالب الثلاثة اللي رادهم بالمثال حققناهم، اللي هي منه بالنسبة للشحنة طلع عندي مقدارها 120 بيكو كولوم، بالنسبة لسعة المتسعة بعد إدخال العازل ايش قد صار عندي؟ سعة المتسعة 60 بيكو فاراد. بالنسبة للمطلب الثالث اللي هو فرق الجهد بعد إدخال العازل وفصل المتسعة عن البطارية أصبح 2 فولت. هذا بالنسبة للمثال رقم 1. الآن راح نكمل موضوعنا اللي هو ربط المتسعات على التوازي. بالنسبة لربط المتسعات، لو كان عندي أكثر من متسعة، لو كان عندي مجموعة من المتسعات مثلا، فلناخذ كمثال عندنا هنا متسعتين، هاي المتسعتين ربطناهم مع بعضهم على التوازي، ثم ربطناهم مع مصدر فرق الجهد أو بطارية. فرق الجهد للبطارية مقدار دلتا في، المتسعة الأولى سعتها C1، المتسعة الثانية سعتها C2. خلال هذا الربط نجي نحسب بالنسبة لفرق الجهد شلون راح يكون عندي، مقدار الشحنة المختزنة، راح أجي أحسب أيضا سعة المتسعة الكلية. من خصائص ربط التوازي اللي أخذتوها بالصف الثالث المتوسط، فرق الجهد راح يكون متساوي، ففرق جهد المصدر راح يساوي فرق الجهد على طرفي المتسعة الأولى ويساوي فرق الجهد على طرفي المتسعة الثانية. فأقول دلتا في فرق جهد المصدر راح يساوي لي دلتا في 1 فرق الجهد على طرفي المتسعة الأولى، ويساوي لي دلتا في 2 اللي هو فرق الجهد على طرفي المتسعة الثانية. وش راح يساوي لي؟ فرق الجهد الكلي، فرق الجهد الكلي لمجموعة المتسعات. هذا بالنسبة لفرق الجهد. بالنسبة للشحنة، فراح أكون عندي كيو الشحنة الكلية المختزنة في المتسعتين راح تساوي لي Q1 زائدا Q2، وهاي راح أسميها كيو توتال، راح تمثل لي الشحنة المختزنة في المتسعتين. بالنسبة راح نجي نحسب سعة المتسعة المكافئة، احنا عندنا هنا سعة المتسعة الأولى وسعة المتسعة الثانية. ايش قد راح يساوي لي سعة المتسعة المكافئة؟ راح أقول سي إيكوال اللي راح تمثل لي سعة المتسعة المكافئة، راح تساوي لي، نجي نحسبها بالنسبة للعلاقة كيو توتال تساوي لي Q1 زائد كيو 2، عندنا سي تساوي لنا كيو على دلتا في. فلما نجي ناخذ مثلا كيو توتال من هنا ايش راح تساوي لي؟ سي في دلتا في. لكن ايش اقول هنا؟ راح يكون عندي هنا، فاقول سي ايكوال مضروب في دلتا في منو؟ الكلي. كيو توتال راح تساوي سي ايكوال في دلتا في الكلي. كيو 1 راح تساوي لي سي 1 دلتا في 1، كيو 2 تساوي سي 2 في دلتا في 2.
نعوضها بالمعادلة اللي موجودة هنا، فأجي أقول Q total راح تساوي لي C equal في دلتا V، راح تساوي لي Q1 اللي هي C1 في دلتا V1 زائدا C2 في دلتا V2 في دلتا V2. من خصائص ربط التوازي أعزائي الطلبة، قلنا أنه دلتا V1 هي نفس دلتا V2 وهي نفس دلتا V الكلي، فبدل بدل دلتا V1 وبدل دلتا V2 راح أقول C equal في دلتا V راح تساوي لي C1 في دلتا V، بدل دلتا V1 راح نعوض إيش دلتا V زائدا C2 في دلتا V. هنا عندي دلتا V أصبحت عامل مشترك، راح أخرجها خارج قوس، فC equal في دلتا V راح تساوي لي من قوسين C1 زائدا C2 مضروبة في دلتا V. دلتا V راح تختصر من الجهتين، فراح يصير عندي C equal سعة المتسعة المكافئة راح تكون C1 زائدا C2. اللي نلاحظه من هاي المعادلة اللي حصلنا عليها انه سعة المتسعة المكافئة في حالة ربط التوازي، سعة المتسعة المكافئة في حالة ربط التوازي راح يكون هو مجموع سعات المتسعات الموجودة عندي بالدائرة. يعني لاحظ هنا، فلو كان عندي سعة المتسعة الأولى مثلا 2 مايكرو فاراد، وسعة المتسعة الثانية مثلا 4 مايكرو فاراد، فالسعة الكلية C equal ايش قد راح تساوي؟ 6 مايكرو فاراد، 6 مايكرو فاراد. فنلاحظ أن سعة المتسعة المكافئة راح تكون أكبر من أكبر سعة. فإذن الميزة اللي راح نحصل عليها في حالة ربط التوازي هي زيادة سعة المتسعة المكافئة، زيادة السعة. يعني بدل لو كان عندي هنا بدل ما 2 مايكرو فاراد و4 مايكرو فاراد أصبحت المكافئة جيد 6 مايكرو فاراد. فإذن الهدف من ربط التوازي أو الاستفادة من ربط التوازي هو زيادة سعة المتسعة، زيادة سعة المتسعة المكافئة. أعزائي الطلبة راح نروح إلى فاصل قصير ونرجع إن شاء الله ما بعد الفاصل نكمل الدرس. أعزائي الطلبة مرحبا بكم ما بعد الفاصل. راح وصلنا ما قبل الفاصل إلى حساب سعة المتسعة المكافئة اللي طلعت عندنا هنا C equal تساوي لي C1 زائدا C2. قلنا أنه الفائدة من ربط التوازي هو إيش؟ الحصول على متسعة ذات سعة أكبر من المتسعة إذا كانت حالة المنفردة. بالنسبة للمعادلة الرياضية تبين لي أنه سعة المتسعة راح يصير فيها زيادة، لكن تفسير الفيزيائي لها، يعني احنا الرياضيات اثبتنا انه سعة المتسعة راح تكون مجموع السعات اللي موجودة عندي، لكن تفسيرها فيزيائيا نفسر الزيادة اللي حاصلة في حالة ربط التوازي، فسر الزيادة اللي حصلت عندي بسعة المتسعة في حالة التوازي. احنا قلنا من العوامل اللي تعتمد عليها سعة المتسعة C قلنا يساوي إبسلون نوت أي على D. من العوامل قلنا اللي هي منو؟ المساحة المتقابلة. فلو أجي إلى ربط التوازي وألاحظ هذا الربط، عندي المتسعة الأولى C1 والمتسعة C2، المتسعة C2، لو أجي أوصل ما بين اللوح الأول وأوصل ما بين اللوح الثاني إيش راح أحصل؟ كأنما على متسعة واحدة اللي هي منه راح تكون عندي سعتها C equal، لكن ايش صار عندي؟ بدل ما متسعة مساحة اللوح الأول A1 ومساحة اللوح الثاني A2 راح يصير مع مجموع المساحتين، فايش حصلنا؟ على زيادة في ايش؟ في المساحة المتقابلة، صار عندي زيادة في المساحة المقابلة. ومع ثبوت أيضا منه احنا المادة العازلة ما غيرناها ولا غيرنا البعد، فإذا هذول ثابتين بالنسبة للمادة العازلة وبالنسبة للمسافة ثابتين، وزادت عندي المساحة، فش راح يصير عندي؟ زيادة في سعة المتسعة. إذا ممكن إثبات رياضيا أنه سعة المتسعة تزداد في ربط التوازي، ممكن إثباته فيزيائيا أو مفسرة فيزيائيا سبب حصول هذه الزيادة.
راح ناخذ مثال عن موضوع ربط التوازي حتى توضح عندكم هذه الحالة بعد أكثر. المثال هو رقم 3 الصفحة 20 بالكتاب، اللي يقول 4 متسعات سعاتها حسب الترتيب 4 متسعات سعاتها 4 مايكروفاراد، 8 مايكروفاراد، 12 مايكروفاراد، 6 مايكروفاراد. هاي المتسعات الأربعة مربوطة مع بعضها على التوازي. ربطت المجموعة بين قطبي بطارية، فرق الجهد بين قطبيها 12 فولت. إذا هاي المتسعات الأربعة ربطناهم مع بعضهم على التوازي. هاي المتسعة الثانية، عندك هنا المتسعة الثالثة، عندك المتسعة الرابعة. هاي المتسعات الأربعة ربطناهم مع بعضهم على التوازي، ثم ربطناهم مع مصدر فرق جهده بطارية، فرق الجهد ماله 12 فولت. هنا عندي فرق جهد المصدر يساوي 12 فولت. المتسعة الأولى C1 تساوي 4 مايكروفاراد، المتسعة الثانية C2 8 مايكروفاراد، المتسعة الثالثة C3 12 مايكروفاراد، المتسعة الرابعة C4 6 مايكروفاراد. إذا المعلومات اللي انطاني هي بالسؤال المصدر 12 فولت، المتسعة الأولى 4 مايكروفاراد، المتسعة الثانية والثالثة والرابعة، كل متسع أعطاني السعة أيضا. المطلوب يقول احسب مقدار السعة المكافئة للمجموعة. إذا المطلب الأول احسب السعة المكافئة للمجموعة C equal. المطلب الثاني الشحنة المختزنة، ثانيا الشحنة المختزنة وين؟ يقول في أي من صفيحتي، انتبهنا، في أي من صفيحتي كل متسعة، فيريد من عندي الشحنة المختزنة في صفيحة، في أي من صفيحتي كل متسعة. يعني ايش راح يريد عندي؟ Q1 وQ2 وQ3 وQ4. المطلب الثالث الشحنة الكلية المختزنة في المجموعة. إذا ثالثا نريد من عندي Q total، نريد من عندي Q total. راح نجي إلى حالة على أو نقطة نقطة. النقطة الأولى أو المطلب الأول اللي هو منه C equal، يريد من عندي السعة المكافئة لمجموعة المتسعات. أول شيء لاحظه أنه أنا عندي هنا الربط شنو؟ الربط توازي. وخصائص الربط التوازي أنه السعة المكافئة C equal إيش تساوي لي؟ C1 زائدا C2 زائدا C3. فأجي هنا أقول C equal C1 إيش قد مقداره؟ زائدا C4. هنا عندي 4 متسعات فراح أقول زائدا C4. المتسعة الأولى 4 مايكروفاراد، زائدا السعة الثانية 8 مايكروفاراد، زائدا المتسعة الثالثة 12 مايكروفاراد، زائدا المتسعة الرابعة سعتها 6 مايكروفاراد. فC equal راح تساوي لي 4 زائد 8 12 و 12 24 و 6 جد راح يكون عندي 30 مايكرو فاراد. فإذا حسبنا المطلب الأول اللي هو السعة المكافئة. المطلب الثاني اللي هو ثانيا يريد من عندي الشحنة المختزنة في أحد صفيحتي كل متسعة. يعني هنا راح يريد من عندي Q1. نرجع للقانون الرئيسي اللي أخذناه اللي يقول C تساوي لي Q على دلتا V. هذا قانون عام. لما نجي يريد من عندي Q1 حدد لي إيش؟ Q1. فأقول Q1 راح أقول دلتا V1 وراح أقول C1. نجي من القانون العام، خصص لي بالسؤال أنه يريد من عندي Q1، فراح أقول C1 وQ1 ودلتا V1. الخطوة الثانية أستغل خصائص الربط اللي موجود عندي. الربط هنا توازي، من خصائص ربط التوازي أنه يكون عندي فرق الجهد دلتا V للمصدر يساوي فرق جهد المتسعة الأولى يساوي فرق جهد المتسعة الثانية ويساوي فرق جهد المتسعة الثالثة والرابعة ويساوي فرق الجهد الكلي، فرق جهد الكلي. فهنا بدل ما راح أقول دلتا V1
راح أشيل هذا الون. ليش؟ لأن هم كلهم متساوين. فهنا استغلينا خاصية من خصائص الربط التوازي أنه فرق الجهد يكون متساوي. فهنا راح يجي عندي نحسب Q1 C1 في دلتا V، وراح يصير Q1 تساوي لـ C1 سعة المتسعة الأولى 4 مايكرو فاراد، 4 مايكرو فاراد. تنظروا في فرق الجهد دلتا V، إيش قد فرق جهد المصدر؟ 12 فولت. راح يساوي لي Q1، هنا عندي مايكرو، فأقول 4 في 12، 4 في 2 8، و 4 في 1 4 في 48، وهنا مايكرو الشحنة بيش تقاس بالكولوم، فأقول 48 مايكرو كولوم، 48 مايكرو كولوم. إذن الشحنة المختزنة في أحد لوحي المتسعة الأولى هو 48 مايكرو كولوم. بالنسبة لـ Q2 أيضاً نرجع نعيد نفس الخطوات، لكن نبدل حسب سعة المتسعة الثانية. فأجي أقول Q2 راح تساوي لي C2 مضروب فيه دلتا V. هنا شوف بقيناها دلتا V، ليش؟ من خصائص ربط التوازي أنه يكون فرق الجهد متساوي. فQ2 راح تساوي لي C2، إيش قد سعة المتسعة الثانية؟ 8 مايكروفاراد، مضروب في فرق الجهد ايضا ايش قد قلنا؟ 12 وايش؟ فولت. فراح نجي Q2 راح تساوي 8 في 2 16، 6 باليد 1، 8 في 1 8 و1 9 96، هنا والوحدة ايضا مايكرو كولوم، مايكرو كولوم. ايضا نكمل بالنسبة لـ Q3 C3 مضروب في دلتا V راح يساوي C3 جددنا 12 مايكرو فاراد مضروب في دلتا V، ايش قد فرق الجهد ايضا قلنا 12. Q3 راح يساوي لي 12 في 12 فولت، راح يساوي لي نضرب ضرب عمودي اذا تقدر، 2 في 2 4، 2 في 1 2، 1 في 2 2، 1 في 1 1، نجمع راح يكون 4 4 1 144، والوحدة أيضا إيش؟ مايكرو كولوم، مايكرو كولوم بالنسبة لـ Q3. بالنسبة لـ Q4 أيضا نرجع مرة الأخ، Q4 راح يكون عندي C4 في دلتا V ويساوي C4 اللي انطاني هي 6، 6 مايكرو فاراد مضروب في دلتا V، ايش قد فرق الجهد ايضا 12، وراح يساوي لي Q4 6 في 2 12، 2 باليد 1، 6 في 1 6 1، 7 72 ايضا مايكرو كولوم. الان حصلنا على ما مطلوب من عندنا في المطلب الثاني. نجي للمطلب الثالث اللي هو منه Q توتال. Q توتال نقدر نستخرجها بطريقتين، عن طريق إما نستغل خاصية الثالثة من خصائص ربط التوازي اللي إحنا قلنا Q total شو تساوي لي؟ تساوي لي Q1 زائد Q2 زائد Q3 زائد Q4، اللي راح تساوي لي Q total Q1 إيش قد حسبناها؟ 48 مايكرو كولوم زائد Q2 96 مايكرو كولوم أيضا زائدا Q3 اللي هي 144 مايكرو كولوم زائدا Q4 72 مايكرو كولوم. يجي Q total راح نجمع هذول الأرقام الأربعة راح تطلع عندنا الوحدة مايكرو كولوم. نجي نحسب بالطريقة الثانية. احنا قلنا القانون العام شي يقول C تساوي لQ على دلتا V. هنا عندي أنا شو أريد أحسب؟ أريد أحسب Q total، أريد أحسب Q total. فأجي أقول C equal مضروبة في دلتا V الكلي، فإذا Q total راح تساوي لي C equal مضروب في إيش؟ مضروب في دلتا V الكلي. Q total راح تساوي لي C equal حسبناها 30 مايكرو فاراد، 30
مايكرو فاراد مضروبة في فرق الجهد الكلي بالنسبة للمصدر ايش قد عندنا 12 فولت. إذن كيو توتال راح يساوي لي 30 في 12 صفر ينزل 3 في 2 6 3 في 1 3 360 هناش راح يكون عندي مايكرو كولوم. فإذا حسبنا الشحنة المختزنة الكلية طريقتين، الطريقة الأولى عن طريق الجمع الشحنات المختزنة في كل متسعة، أو الطريقة الثانية عن طريق السعة الكلية وفرق الجهد الكلي. نيجي نحقق، شوف هنا عندنا طلع 360 مايكرو كولوم، شوف حاصل الجمع مال هذا يطلع 360، نجمع 144 زائدا 72 زائدا 96 زائدا 48. نجي نقول 4 زائد 2 6 و 6 12 و 8 20 0 باليد 2 2 و 4 6 6 و 7 13 13 و 9 22 22 و 4 26 6 باليد 2 2 زائد 1 3 فأيضا راح يكون 360 مايكرو كولوم. إلى هنا أعزائنا الطلبة نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح خلال عامكم الدراسي الحالي.